السلام عليكم الخوت، بخير. المهم اليوم جيت لكم بواحد الفيديو اللي جديد سبيسيال. اليوم عاوتاني غنهضروا على الفيكس. كما كنقول لكم ديما، كاينين شي ايامات كنقول لكم راه كاين الفيكس، وايامات كنقول لكم خذوا جوج ميتشات ضد الميتشان ولعبوهم ويكون خير. ملي كنقول خود جوج ميتشات ضد الميتشان ولعبوهم ويكون خير، بمعنى انه كنعطيكم غير لوجيك الفرقه هذه، المستوى ديالها فين كاين، الترتيب ديالها، الاحصائيات ديالها، لوجيكمون هي اللي غتغلب. ملي كنقول لكم هكا، بمعنى 90% طالعه و 10% ما طالعاش. ملي كنقول الفيكس، بمعنى انه هاد الورقه هادي طالعه ما يمكنش ما طلعش. المهم الدراري، قبل ما نبدا نعطيكم شي نبدا بعدا بالفيكس، ونعطيكم دابا الورقه ديال الفيكس، من بعد نعطيكم واحد الورقه اخرى فيها غير توقعات ديالي حول واحد الميتشان. شي ميتشان غنعطيكم التوقعات ديالي عليهم. هاد الميتشان هادو ديال تشامبيونز ليغ، غنعطيكم غير التوقعات ديالي، ما غاديش نقول لكم لعبهم ولا ما تلعبهمش. المهم بحال الا كننصحكم، الا بغيتي تلعب هاد الماتش هذا، ها شنو ممكن يوقع فيه، التوقع ديالي شنو ممكن يوقع فيه. مي الورقه الثانيه راه غادي تكون ديال الفيكس، يعني طالعه لعبها بداكشي اللي عندك في جيبك. وقبل الدراري باش نعطيكم هاد جوج ورقات الدراري، الا كنتو اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي، فضلا وليس امرا، دير ابوني، جيم كومونتير زوين، وحاول الدراري حاولوا تشاركوا. المهم تنشروا شويه الفيديوهات ديالي، خذ الفيديو نشرو بشي جروب ولا بشي حاجه، المهم باش نستمروا نقدموا الجديد. ما حدكم كتدعموني، ما حدني كنحاول ما امكنني نعطي الجديد. المهم غنبدا نشوف، غنبدا بالورقه ديال المهم صبر نشوفو. ها هي الورقه الدراري، الورقه ديال الفيكس. دابا غنهضروا على فيكس. الورقه ديال الفيكس شنو فيها؟ فيها غلطة سراي قلمنطزة 10 عام مع ريال مدريد قلمنطزة 10 عام. هاد الماتش هذا الدراري غنلعبوه بالبلوس، يكونوا فيه ثلاثة ديال البيوت الدراري، ثلاثة ديال البيوت. الماتش الثاني الدراري ديال جوفنتوس مع لوكوموتيف موسكو، حتى هو البلوس الدراري يكونوا فيه ثلاثة ديال البيوت البلوس. الماتش الثالث الدراري ديال مانشستر سيتي مع اتلانتا. الماتش الثالث الدراري ديال مانشستر سيتي قبل من 19 عام مع اتلانتا قبل من 19 عام، الدراري غنلعبوا مانشستر سيتي الدراري ماركي جوج بيوت لاس بليبي. نعاود الدراري، غالاتا سراي مع الريال البلوس ثلاثه ديال البيوت، جوفنتوس لوكوموتيف موسكو البلوس ثلاثه ديال البيوت، مانشستر سيتي مع اتلانتا لاس بليبي الدراري مانشستر سيتي ماركي جوج بيوت. نمشيو الدراري للورقه الاخرى، الورقه الاخرى الدراري في هذا الميتشان هادو، كما قلت لكم غنعطيكم شي نصائح. مثلا بديت تلعب هذا الميتشان هادو، ها شنو كتوقع انا يكون فيهم. اتلتيكو مدريد مع باير ليفربول الدراري، بغيتو تلعبوا هذا الماتش لعبوه بالموانه الدراري، ما يفوتوش ثلاثه البيوت، ما يكونوش فيه ثلاثه البيوت. شختار دونيتسك الدراري مع دينامو زغرب، لبات الدراري بجوج هيمي ماركيو، غادي يكون اللعب مفتوح واحد شويه، يعني غيكون اللعب مفتوح، يعني ممكن الفرق بجوج يماركيو. لبات الدراري شختار ماركي، دينامو زغرب ماركي، كلوب بروج الدراري مع باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان الدراري نورمالمون غتغلب، مي الدراري كنصحكم ديرو بلي راه غيتمارك بيت في البروميير ميطا، بيت في البروميير ميطا الدراري، ما يخرجش الماتش، ما يدخلش البروميير ميطا بزيرو بيت. المهم غيكون بيت على الاقل. ريال مدريد الدراري مع غلاطا سراي، كنتوقع الدراري ريال مدريد تغلب، عرفتوا علاش؟ الا مشات حتى تعادلات ولا خسرات الدراري ريال، باي باي تشامبيونز ليغ. دونك الريال غادير ما في جده باش تغلب. اوف الماتش اللي فات ما لعبوش بتشكيله الرسميه ديالهم، لعبوا مع مايوركا بتشكيله الاحتياطيه وخسروا بواحد الزيرو، باش هذا الماتش هذا لعبوه بكامل القوه ديالهم باش انهم يربحوا هذا الماتش هذا. دونك ريال مدريد الدراري تغلب. جوفنتوس لوكوموتيف موسكو، جوفنتوس الدراري ما يساليش البروميير ميطا بزيرو بيت، يكون بيت في بروميير ميطا، جوفنتوس الدراري تغلب. تماركا الدراري جوفنتوس جوج بيوت، ما تعطش داك كريستيانو الدراري، ما تعطش انه يماركي البيوت، دونك غدا غيماركي. اللي كيلعب في وان اكس بيت ولا بيت 165 ايدر رونالدو غدا يماركي ان شاء الله. المهم جوفنتوس غادي تماركي جوج بيوت الشوط الاول، ما غاديش يسالي بزيرو بيت، غادي يكونوا البيوت في الشوط الاول. سيتيزن الدراري مع اتلانتا، سيتيزن الدراري غنلعبوها الدراري تماركي جوج بيوت كيما العاده، سيتيزن ما غاديش تنازل غدا،
ولا لعبوه بالبي، حتى اتلانتا الدراري ممكن تماركي غدا، ولكن السيتي زنا الدراري غادي تغلب الشوط الاول. الدراري ما غاديش يسالي بزيرو بيت، غادي يكون البيوت في الشوط الاول. اولمبيك اولمبياكوس الدراري مع بايرن الدراري تغلب، هادشي اللي كاين. الدراري البايرن الدراري غدا غتغلب، ممكن يخرج اكس دوس ممكن يخرج اكس دوس. توتنهام الدراري مع هاد ما عرفت واش النجم الاحمر اللي بلغراد هذا ما عرفتش، ولكن دوتنا ماذا الدراري غدا غتغلب الدراري 100%. خسرت الماتش اللي فات بسبعه مع البايرن، دونك خصها تغلب. دونك الدراري جوج وراقي، الورقه الاولانيه الفيكس، الورقه الثانيه التوقعات، وهكا نصائح. نتمنى تستافدوا من هذه النصائح هادو، وخذوا المهم خذوهم بعين الاعتبار، وان شاء الله يكون خير. المهم الدراري هذا هو النهايه ديال الفيديو. الا كنتي اول مره كتشوف الفيديوهات ديالي، دير جيم كومونتير، وما تنساش ابوني الدراري، ضغطوا على ابوني وجير الجرس باش اي لحظه نلوح شي حاجه تكون انت اول واحد كتشوفها. راه تشاو الدراري.